اجتماع مع دولة الرئيس ووزير الماركن أكثر من جيد. كان في كم تخوف عند القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية، بعتقد بقعدتنا اليوم قدرنا نلاقي حلول لكل هذه النقاط اللي كانت مخوفة القطاع الخاص، خاصة كان في خوف كتير عن الموظفين اللي بيقبضوا بالدولار والضريبة على المفعول الرجعي، يعني ضريبة 2022. الحلول التقيت، وإن شاء الله وزير المال بيعلن عنا بيجنب فيها شيء رسمي قريبا. شكرا. بخلي وزير المال يعلن عنا، بس احنا طالنا مرتاحين من هذا اللقاء اتفقنا فيها، بعتقد لقينا طريقة لا نظلم الدولة ولا نظلم موظف القطاع الخاص اللي بيقبض بالدولار، هدول بدنا نحافظ عليهم. بالعكس ما بدنا هالشركات اللي بعدها موجودة هون وبعدها عم تدعم الموظفين وتدفع لها دولار، نقول لا اتركي لبنان. مشان هيك التقى حل، وحل بيرضي الجميع، بيرضي صاحب الشركة والعامل وبيرضي الدولة.